انا ممكن اشرح لي وفيديو مهم جدا لموضوع البطاريات والشحن والموبايلات، ايهما افضل انك تشحن بطارية موبايلك من 0 ل 100% ولا من 15% ل 85%؟ الفرق على فكرة بينهم كبير جدا، واللي هو كالاتي: لو انت تشحن بطارية موبايلك من 0 ل 100%، المفروض الموضوع ده ما تعملوش كتير، مرة او مرتين في الشهر بس، ان انت تشحن بطارية موبايلك من 0% ل 100%، مرة او مرتين في الشهر، لان كل بطارية بيكون ليها 500 دورة شحن اللي هم عمرها الافتراضي. فلما تشحن حضرتك بطارية موبايلك من 0% ل 100%، فانت كده استخدمت دورة شحن كاملة من ال 500 دورة اللي هم عمر البطارية الافتراضي. عشان كده ما ينفعش تستخدم طريقة الشحن دي اللي هي من 0% ل 100% غير مرة أو مرتين في الشهر. ومن الأفضل ما تستخدمش الطريقة دي اللي هي من 0% ل 100% خالص، غير لو بطاريتك فيها مشكلة. تاني حاجة، طريقة الشحن من 15% ل 85%، هي دي الطريقة الطبيعية اللي المفروض تشحن بيها موبايلك كل يوم. يعني لو بطارية حضرتك بطارية موبايلك بتخلص وبتشحنها وبتخلص وبتشحنها، فالأفضل لحضرتك ولموبايلك إنك تشحن وهي عند 15% وتخليها لغاية 85% بس. يعني مينفعش إن أنت تخلي بطاريتك حضرتك إنها توصل 0% أو تخليها توصل بعد الشحن 100%. وبالشكل دوت هتحافظ على بطارية موبايلك وتحافظ على دورات شحن أطول، وكمان العمر الافتراضي للبطارية هيبقى أطول. هو ده الفرق اللي مفروض حضرتك تعرفه عن إنك تشحن بطارية موبايلك من 0% ل 100% أو إنك تشحنه من 15% ل 85%. وفي النهاية أنا سيد شاكر، ودي قناة شرح لي. أشوفكم على خير.